فقرة كتار بينطروها مناطرة خاصة مع أم عبد الله الشمري اللي هي صاحبة توقعات فلك وحظ وأبراج. جديد أم عبد الله من التوقعات للأبراج الميلادية وقراءة لطالع شهر أيلول سبتمبر على طريقتها وقراءة لطالع نجوم ونجمات كمان كتار. ما رح كتر حكي لنستفيد من وقتنا معها ونسمع للآخر. مرحبا أم عبد الله وشرفتينا. حبيبة قلبي مرحبتين، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. نحن بخير إن شاء الله، تكون جايبتي لنا أخبار إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. أم عبد الله رح نبقى معك مع برج الحمار. نعم. يلي هو من 21 مارس ل 19 ابريل، ورح نتكلم بالتفصيل عن العمل والمهنة لهيدا الشهر. نعم إن شاء الله إن شاء الله. يلا نشوف مولود برج الحمل. طبعا القمر، اكتمال القمر رح يعطي للعالم كله، مش يعني برج برج، لا، طاقة شوية سلبية. نعم هذا يعني اللي كان امبارح. يا عيني عليك، فلازم نكون حذرين. صحيح. بكل قراراتنا، بكل كلامنا، بكل خطوة، بكل توقيع نأجل شوية أو نخلينا ريلاكس. أوكي. حتى ما نوقع بالمطب. أوكي. أوكي. يلا يا مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، نشوف تاروتك ماذا يقول. برج الحمل ده أشوفك أنت في استعداد، متهيئ، متهيئ تواجه، متهيئ تاخذ حق، متهيئ تقول خلاص أنا لازم أوقف على رجلي وأبدي من جديد. استعداد قوي عند مولود برج الحمل. برج الحمل، مراجعة الدكتور، صورة، أشعة، تحاليل، يمكن دخول مستشفى بس على بياض. نذر إن شاء الله يتحقق عندك يا مولود الحمل. خلينا نشوف عزيزي مولود برج الثور. برج الثور، أكو شخص دا يلعب بأعصابك. هذا الشخص هو ساحر بكلامه. ننتبه يا مولود الثور، أخذ حذرك من رجل ساحر، العباني، كاذب، ده يلعب على أعصابك. يمكن حبيبك، يمكن زوجك، يمكن أنت صديقك يا برج الثور، ننتبه منه، شخص كاذب العباني، ناخذ الحذر منه يا برج الثور. أنثى الثور، متهيئة إلى علاقة جديدة، زواج، حب جديد، تدخل إذا كنت مرتبطة دخول حياة جديدة، بس تحسين نفسك مربطة مش قادرة تاخذين قرار. حزن بقلب أنثى الثور، حزن جدا قوي، بس لح تفرج من بعد 15/9، تفرج على الثور بإذن الله. إن شاء الله. برج الجوزاء. الجوزاء، يلا يا جوزاء. الجوزاء طعنات هواية، أكل، حسد، طعنات، غدر برج الجوزاء، بس قوي برج الجوزاء، يتحمل المصايب لأنه قوي ويدخل يجازف ما يخاف، يقول خليهم يحجون وراي لأن هم أصلا وراي. كرت الحظ يا جوزاء، كرت الحظ بالعمل، بالمال، بالنجاح، أوراق تتوقع، بس العلاقة متوترة عند الجوزاء، العلاقة العاطفية، علاقته متوترة. السرطان، السرطان دائما الله حاميك، طلع لك كلمة الله. الله سبحانه وتعالى دائما يخلصك، يوقع بمطبات السرطان وربنا ينقذه. أزمة صحية، أزمة مالية، أزمة عاطفية، ثلاث أشخاص متعبي لبرج السرطان، متعبي بالحسد، بالنفاق، يأكلون بمعونة ويتكلمون وراء برج السرطان. بس برج السرطان أنت لح تعلى، والعالي رب العالمين لح يقول لهم الأعداء أشوفوا آني وين وأنتوا وين. صار له فترة بضيقة برج السرطان، كذا سنة، كذا يعني سنة، خمس سنين، خمس سنين، خمس صحيح. سنين لازم. صحيح. تفرج إن شاء الله، خلي يحط عينه بعين الله ويسكر حلقة تمه. لا يتكلم، لا يقول أنا عملت، أنا سويت. هو طيب، لأ. طيب لأن صحيح. قلبه طيب فيوصل لهاي المرحلة. صحيح. عالم وصلها، عالم انطاها، عالم دعمها، وبالأخير طعنه. صحيح. خلينا نشوف الأسد. برج الأسد عنده اشتياق، عنده لهفة لشخص ما بعيد. هل هو ضناء؟ هل هي هو؟ هل هو حبيبك؟ هل هو لم شمل؟ هل أنت في ضيق يا أسد؟ رب العالمين إن شاء الله تفرج يا أسد. ولادة طفل لمولود برج الأسد. برج الأسد أنت ظهره ومشى، خلاص لازم ينطلق انطلاقه، عنده رزق وعنده مال وعنده سفر. برج الأسد ترك العلاقة العاطفية ولح يدخل شيء جديد إن شاء الله.
عزيزي مولود برج العذراء. برج العذراء نافش ريشاته ولح يواجه وجه بوجه، يقول له انت اسد انا اسد، حقي اخذه منك، ولح ياخذ حقه اذا بالعمل اذا بالعاطفه، حتى الناس اللي اكلت ورث له مال له لح ياخذه ان شاء الله. برج العذراء. برج الميزان طمنينا. لا خلينا نخلص العذراء. العذراء عنده محكمه، عنده محكمه، ويا رب تكون من صالحك، او لقاء برجل دوله او اوراق اقامه، امور تقضي ان شاء الله. شوف الميزان. انا الميزان طمنينا. ميزان انت اسد ان شاء الله، نمر، نمر طلع لك، بس طلعت لك مره يا ميزان. شوف هاي المره هي اللي مخربه حياتك، حسوده، غيوره، ما تريد لك الخير، ما تريد تشوف برج الميزان سعيد ابدا، احذر من هاي المره. بس انت اسد لحصفق يا ميزان، فرحه منتظرها لك فتره طويله، لحصفق من شده الفرح. بعد سته ايام عندك خبر حلو رح تسمعه، ورزقه رح تجي بين ايدك يا ميزان، والعلم عند الله. العلم عند الله يا رب. برج العقرب. برج العقرب شايل سيوفه ويريد يحارب، مستعد يحارب، لان هواي عالم دا تحارب برج العقرب، لانه طيب، لان الله موفقه، العالم تغار منه. بس اتمنى من العقرب يشيل الغشاوه ويعرف منو عدوه ومنو صديقه، هو كشف عالم غداره، والله لح يعلي نجمه برج العقرب. برج العقرب ودع مسافر او استقبل مسافر. برج العقرب دا يبني بيت، فيلا، دا يعمر، دا يزرع. اكو من يريد ياخذ رزقته للعقرب، بس الله حامي للعقرب باذن الله. ينتبه على صحته برج العقرب. القوس. برج القوس قاعد وحاير، حاير ومنتظر، يقول انا عندي فلوس بس ما عندي سعاده، عندي سعاده بس ما عندي فلوس. برج القوس لازم تاخذ قرار. طلع لك حرف الام، صفي نيتك، لا تشك بالعالم، صفي نيتك، انتبه على صحتك، عيش الحياة، وين ما توصل توصل يا قوس. دخول مستشفى وعملية على بياض إن شاء الله. انفارق برج القوس، أو لح يجي أولاد اثنين توم توينز، والعلم عند الله، أو عنده أولاد بعاد عليه، أو عتاب مع شريك. عليه عين ورصد برج القوس، عليه عين ورصد. عزيزي مولود برج الجدي، يلا يا جدي. برج الجدي من الماكو يسوي أكو، من الماكو يسوي أكو، رزقته دائما سبحان الله. أيضا طلع لحرف الأم، رزقه موجودة، بس محارب برج الجدي، محارب، وأذوه بكل شيء، أذوه برج الجدي، خليه ينتبه أبو راس يابس. شوف شلون باكي برج الجدي، قلبه مكسور، قلبه مكسور، العاطفة، الأهل، الأصدقاء، عنده اشتياق مو طبيعي، وباكي هاي الأيام دمعته نازلة. لا تبكين يا حلوة، صلوا على النبي. يلا برج الجدي، هاي المرة، هاي المرة تريد تأذي، مشعوذين، حقودين، طرف ثالث، والله والله الله لح ينتقم منها، والكارما لح تراويك يا جدي. برج القوس، العفو، الدلو. برج الدلو إلى سنين تعبان، وتعب من ورا مرة نزلتها لتحت. كان عنده مال راح المال، ومن ورا مرة كان عنده شهرة، وإن شاء الله ترجع الشهرة، من ورا مرة لفت بي الدنيا لف، فقط عزيز ودمعته نزلت الدلو، والله لح يعوضه، وبشارة طفل للدلو أكيد للمرتبطين. برج الدلو إن شاء الله أنت ملك هاي الفترة بإذن الله، ملك بشخصيتك، ملك بعملك، ملك بأمورك. الحبيب أو الشريك دا يراقبه من بعيد، وأيضا عنده محكمة الدلو، وإن شاء الله على خير. وصلنا لآخر الأبراج، مولود برج الحوت. برج الحوت طلع لك رقم ستة، رقم ستة يعني ستة أيام، ستة أسابيع، أمور حلوة لح تكون، لح ينعرض مشروع خطوبة، مشروع عمل، مشروع سفر. شنو هذا المشروع؟ لازم يحسب للعشرة، يلا ياخذ القرار. لح ياكل جوز وفستق وبندق. الحوت
لا فعلا حوت لح يكون هاي الفترة، لح يكرف خير وسعادة ومال. أيضا محكمة تخص أطفال أو ولادة طفل أو ما عند أطفال، والعلم عند الله يا رب. يعني إن شاء الله الأشياء الحلوة اللي انذكرت تصير لكل الأشخاص، شاء الله. ومع شوية إيمان وصلاة يمكن بالضبط. إحنا بالنهاية ده نتكلم طاقة التاروت، صحيح. بالنهاية لا يعلم الغيب سوى الله وحده. تمام. قبل ما نبدأ يمكن مع المشاهدين، لأن أم عبدالله محضرت لنا هيك شوية أخبار للنجوم والنجمات. نعم. بعرف أنه رحمة رياض من برج الجدي وكنت حابة تحكي عنها، صحيح؟ نعم، تفضلي. يا نأخذ لها بهذا التاروت. رحمة، رحمة رياض برج الجدي، طيبة كثير، انطعنت كثير، انغدرت كثير، حتى هي حاليا مرتبطة بس ما مرتاحة. دائما عندها غصة، دائما عندها غصة، استقرار بعد ما عندها. فقدت عزيز رحمة رياض، عزيز غالي عليها بالزمانات. رحمة رياض بعد عندها نجومية أكثر، بس تنتبه من نقطة لا تغلط غلطة وتتندم عليها. توقيع أو أمر ما، أكو اتفاقية عليها. ثلاث أشخاص متفقين على رحمة رياض، خليها تنتبه من هاي النقطة. سبحان الله. طلعت وحدها، اشتهرت وحدها، انطت، تعبت، كافحت وحدها، وما زالت وحدها. تتعب، ما عندها صديق مقرب، طلعت هواية عالم من حياتها رحمة رياض. انصحها تنتبه وتحافظ على العلاقة الزوجية اللي هي حاليا بيها، لان شايفة اكو فراق، والعلم عند الله. اوكي، رح ننتقل الى الفنان عاصي الحلاني يلي هو من برج القوس. نعم. عاصي الحلاني قلبه طيب، قلبه طيب. عاصي الحلاني ايضا انت ظهره لهواي عالم، ايضا لحيض وحده، فعزل نفسه، عزل نفسه عاصي الحلاني وحده. وايضا نصيحتي له لا يختلط باشخاص مقربين جدا له، لان اكو عالم تريد تاذيه. شو نقول، سحر عمل عين. خليه ينتبه عاصي الحلاني من هاي النقطه. صارت عنده مشكلة وطلع منها عاصي الحلاني، صارت عنده مشكلة وطلع منها ولح يطلع منها. خليه ينتبه من أمر ما، طريق، سيارة، أمر ما، الله يحميه إن شاء الله، بس ينتبه من العين، أكو ناس تريد تأذي. منتابع معك مع علي جاسم. علي جاسم فنان السرطان. نعم. علي جاسم، أم عبد الله تقول لك أنت إن شاء الله بالقمة، ولح توصل لمكان ما، ولح تسيطر على أعداء بإذن الله. كمان أيضا علي جاسم تعب وسوى عالم وكلها غدرته، أنت مقدور من اللي حواليك، بس الله لح يوقف لك، وعندك أغنية لح تضرب ضربة كلش قوية. علي جاسم عنده أمر لح يوصل بيه للمحاكم، أنصحها ما يفوت بيه، لأن أكو ناس دا تحفر له. بعد عنا اسم؟ لا، خلينا ننتقل للواتساب. للمشاهدين ما بدنا إياه كمان، طبعاً رقم الواتساب عم بيقطع بيه أسفل الشاشة، فيكم تبعتوا لنا كل التفاصيل عنكم إذا حابين تعرفوا عم طالعكم اليوم عبر التارو. عنا 12-3-74. نعم. فايز محمد بري، الوالدة حليمة. فايز محمد بري، الوالدة حليمة، برج الحوت. شو لازم يسألوا بالتحديد المشاهدين؟ شنو يريد؟ لا، شو يبعثوا؟ شو يبعثوا؟ يريد عن النجاح، عن العاطفة، عن بس لازم يبعثوا تاريخ الولادة، اسمه وتاريخ الولادة. أوكي. ما يهمني اسم الأم. أوكي. حابب يعرف عن المال. نعم. والصحة والعمل. أوكي. فايز. أوكي. فايز، اسمك فايز، حرف الفاء فراق. فايز يتعب، يفارق يا شخص عزيز يا بالزواج، حرف الفاء فراق. إذا نجي على مواليد برج الحوت، خلينا نشوف الحوت. فايز عنده مشكلة، واقع بشدة، وإن شاء الله يطلع منها، يا أما شدة مرض يا أما شدة مال، ويطلع منها إن شاء الله. محبوس، حاسس نفسه مربط، بس يطلع منها إن شاء الله. الطير طالع من القفص، يطلع من الشدة، عنده مال وعنده تيسير أمور، ينتظر لنهاية تسعة لح تتغير أموره إن شاء الله يا رب. مخرج بس بدي الاسم، إذا بعت الاسم الشخص ما بعرف التاريخ. أم عبد الله
هو 22/10/83 وبلا اسم. بلا يفضل يبعث اسم حتى له هو، لان هيك رح ناخذ اوكي نحن عم نطلب منه سمعنا على الهواء. مخرج عنا تاريخ حتى تكون على نيته اخر. والاسم تانوس. تانوس بالطاء ولا بالتاء؟ بالطاء. بالطاء. طاقته قوية، اسمه قوي، لأن إذا تاء يعني مشكلة هنا. الطاء طاقته قوية. عن شنو يسأل؟ عن المال؟ عن شو عم تسأل يا تانوس؟ إذا فيك تبعت لنا عبر الواتساب. إذا عن المال فعنده رزقة حلوة جايته، عمل جديد أو ترقية بالعمل. ترقية إن شاء الله، وعمل جديد وطريق سفر اللي حيشوف به كل خير إن شاء الله. أوكي، نرجع للتاريخ اللي أعطيتك إياه مع عبد الله من شوية، 22/10/83، هي رشا. رجاء؟ رشا. رشا. طانوس عنده علاقة ثلاثية، يطلع منها ينتبه منها. علاقة ثلاثية. نشوف رشا. نعم. رشا اسمها، طاقة اسمها بها تعب. رشا ما تستقر عاطفياً. تتعب بشكل مو طبيعي، تخطب تترك، تتزوج تتعب. عاطفيا رشا ما عندها استقرار، تظل عندها غصه بحياتها. خلينا نشوف شنو سؤالها. مش محدده. مش محدده. رشا انطعنت وانغدرت من انثى برج السرطان او رجل برج السرطان. انغدرت وتعبت وهي حالتها هسه مريضه وتعبانه. كتبي بشكل عام رشا. بشكل عام. انغدرت وتعبت من أنثى سرطان أو رجل السرطان، ومريضة حالتها متراجعة، بس لح تواجه وطريق حلو وتاخذ حقها إن شاء الله. عندها أمور حلوة لح تتغير بهاي الفترة إن شاء الله. هي الحمل عمل جديد، المقربين غدروها حتى ما عندها حظ مع الأهل. نعم. أم عبد الله دي أنا قبل ما ننتقل لحدا، يعني الواحد بس بده يسمي أولاده لازم ياخذ بعين الاعتبار. نعم نعم, نعم نعم الاسم إلى دور كبير. دور كبير. أوكي. أم عبد الله 17/8/62. نعم. جيلان. جيلان. بتقول بشكل عام حابة تعرف. نعم. برج الأسد. جيلان جيم حرف ناري. جيلان شخصية قوية جدا جدا جدا، بس أيضا عندها باب تفتح وباب تسكر. بس أم عبد الله رب العالمين مو أني أبشرها، عندها أمور حلوة لح تتغير عاطفيا ماديا، لح تتغير هواي أمور عندها، وإذا ما مرتبطة فعندها ارتباط والله أعلم. أوكي. ومواجهة حلوة، مواجهة حلوة وعمل جديد ورجل لح يساعدها والله أعلم. نعم. 21/4/2022 تاخذي للأطفال. للأطفال شو بو يعني مريض مثلا؟ لا واصف ابني حابة بس أعرف يلا هيك. يلا لأنه عم تعملي لينك مع الاسم. أوكي. واصف؟ واصف. واصف اسم قوي واصف، بس الصاد هو اللي 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 تعب بالاسم. حرف الصاد، حرف الصاد ما أنصح به. شوفي ما تخافي عليه، نجمة إن شاء الله بالسماء بإذن الله. إن شاء الله ما تخافي عليه، نجمة بالسماء وأمورها طيبة. شوفي حتى طلعت لك صورة طفل يعني بنوتة صغيرة. نجمة بالسماء إن شاء الله وتشوفيه بأعلى المراتب بإذن الله. سعادة وخير، لا تخافين عليه. الحمد لله. يتمرض شوي الحمد لله. أم عبد الله هدى تاريخ ميلادها 29/1/89 بتسأل عن العمل. هدى اسم قوي بس أيضا عندها أكثر من ارتباط. والأطفال عمل وأطفال. عمل وأطفال أيضا عندها أكثر من ارتباط، لأن يعني الهمزة آخر الأليف المقصورة تفتح أيضا باب وتسكر باب، أو تعيش بغير أرض أو تفارق. خلينا نشوف مولودة شنو قلت برجها؟ 29/1 الدلو. ما شاء الله لح يصير عندها أطفال بإذن يا الله. يا رب. وإن شاء الله توم بإذن الله. إن شاء الله. 23/8/83 إيمان. 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 إيمان اسم قوي. إيمان اسم قوي أيضا بالعاطفة بس اسم قوي. شوفي هي ملكة لا تخاف، ملكة على عرشها إيمان، بس أيضا أكو مين يتعبها بحياتها. أيضا أكو من يتعبها بحياتها، بس هي كشخصية قوية عندها مواجهة قوية، عندها فرحة بأرض البيت. إيمان عندها فرحة بأرض البيت، نجاح احتفال زواج، عندها فرحة بأرض البيت. ننتقل لمها من جدة خلقاني ب2/9 تسأل عن الرزق.
والعاطفة. اسمها بيتعب مها، حرف الميم، اسمها بيتعب مها. برجها شو قلنا؟ والله نسيتها. 2/9 العذراء. العاطفة تسأل؟ ايه ورزق. العاطفة اكو من فرقت بينها وبين الشريك. اكو يعني طرف ثالث فرق بينها وبين الشريك واخذتها منها وخلصت. الرزق ايضا شلون نقول مسوي لها تقفيل بالرزق، اوكي؟ بس لح يرجع، لح يرجع يعتذر ويطلب السماح ويقولها أنا آسف. إيه خليك قوية يا مها. إن شاء الله يا رب. 15/11/83 علي بشكل العقرب. العقرب علي ناقصة مال والمال أهم شيء. المال ناقصة مال ولح يجي المال إن شاء الله، بس خليه يفكر صح ويبعد عن طريق الأعوج، خليه يمشي عدل. رجل العقرب ما يقعد عاقل بصراحة، ما يقعد عاقل، ف خليه يمشي عدل ورزقه موجود، هياته باع رزقه موجود ان شاء الله، الرزق قريب ان شاء الله. رجل العقرب محسود، محسود بشكل مو طبيعي، هو والشريك علاقته متوتره، بس الرزق موجود وخليه ينتبه على صحته. الحمد لله. مخرج مين عندنا بعد؟ فينا نسال عن حالنا مخرج؟ اوكي. 29/9/81 ديانا. الميزان. ديانا اسم قوي، اسم ديانا اسم قوي. طلعت لك الصورة اللي هاي أنا ما أحبها، نفسيا تعبانة، ما أعرف راجعتي دكتور، رحتي على أنت أو شخص عندك مراجعة الدكتور، صورة التحاليل أشعة، بس قلبك حزين، حزينة ما حد يفهم عليك، يعني كل العالم يطلعوك أنت غلط لأنك صريحة، يطلعوك أنت غلط. من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، ربنا لح ينور طريقك، ربنا لح يغير هواية أمور بحياتك. كشفتي عالم، عالم مو كفو طلعوا أبد، مو كفو عندك. شوفي شون حتوزعين نذر، حتفرحين فرحة بأرض البيت إن شاء الله، فرحة بأرض البيت. يردون يأخذون رزقتك، يردون يأخذون مكانك. محاربة، محاربة، ميراث عندك، شنو عندك؟ يردون ياخذوه منك، بس الله واقف وياك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. أما عبد الله ولا ليه انا ما طلع لي ولو خلص الوقت. اسالي ما تقولي لي اسمك بتعب. ام عبد الله راح ازعل. شنو اسمك؟ تمار. بتي مش بطه، بتي. تمار ولا تمارا؟ تمار. اوكي. 30/12/77. لا قوي، لا تخافي. يلا ما تزعلين. 30 شو؟ 30/12. اه جدي. بسم الله. عندك نقلة بيت او تغيير بيت او تغيرين الديكور، جيبين عفش جديد، تغيرين كل شيء بحياتك، ناوية تغيرين كل شيء بحياتك. عندك اطفال بعاد عنك ولا حاملة همهم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ديري بالك من ناس تريد تأذيكي. شفتيها للصورة؟ ديري بالك من ناس حتى تريد تاخذ رزقك، مو بس تأذيكي، تاخذ رزقك. رجل كاذب. مقابلة وعتاب. عتاب ولا حتحطين النقط على الحروف. بيرفكت. واو. يسلم دمك. قطعتي لنا نفسنا ام عبد الله. فعلا. انا وياها ما بنسكت سكتنا. الله يخليك بهالهمة واكيد حبيبتي. يعني نحن دائما بانتظارك. الشهر الجاي لا بدنا نقربها ان شاء الله. نحن بنتمنى. ايه انا بدي اقول له ما في زوم، الكل عم بيطالب فيك على كل حال. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.